بسم الله الرحمن الرحيم. كان سبب اختياري لجامعة محمد السادس لعلوم الصحة راجعا لصيتها الواسع وطنيا، إذ تعتبر جامعة متكاملة في علوم الصحة في قلب نظام بيئي يمثل نموذجا مبتكرا لخلق أو لحظن ومضاعفة الأنشطة الإبداعية في مجال الصحة. الجميل في الجامعة والمميز هو امتلاكها لمجموعة من الأساتذة والأطر الأكفاء ذوي بصمة ومكانة عريضة في مجالات تخصصهم. كل هذا وذاك من أجل تكوين أطر جديدة محترفة في عملها كأسلافها ومتمرسة في اتخاذ القرارات الصائبة في الزمن والمكان المناسبين، دون أن ننسى أن هذه الأخيرة توفر مجموعة من الشعب شبه طبية، من بينها ممرض متعدد التخصصات، ممرض في التخدير والإنعاش، تقويم النظر وغيرها من الشعاب الأخرى. وبتوفيق من الله وبفضل جامعة محمد السادس كنت ولازلت من بين طلبة شعبة ممرض متعدد التخصصات، والتي تعد لبنة من اللبنات المهمة جدا في مجال الصحة. من إيجابياتها أن طلبة هذه الشعبة وبعد انتهاء مدة دراستهم أو مدة تكوينهم سينعمون بمعرفة كبيرة جدا، وذلك راجع للمجموعة الكبيرة والمهمة من المواد المدرسة. نتعمق في البعض منها نظريا وتطبيقيا. ختاما، انتمائي لهذه الجامعة ليس مجرد خيار ثانوي من الخيارات التي تفرضها علينا الحياة، بل يكاد يكون محركا أساسي وشغف محوري لهدفي من الحياة.